سبق وأكدنا غير مرة أن من الخطأ توهم أن كل من يدعي التشيع شيعي حقا، كما أنه من الخطأ توهم أن كل من يدعي الإسلام والإيمان شيعي حقا. لا بد من أن يرتكز الإنسان المؤمن الواعي في تقييمه للأفراد والشخصيات على قاعدة قياس ما تدعيه هذه الأفراد وهذه الشخصيات من دعاوى، قياسها بالمنهج ومبادئ المنهج الذي تدعيه. بعبارة أخرى، إن الذي يزعم أنه شيعي حقا لابد من النظر فيما يدعو إليه، ثم قياسه بما دعا به أئمة الإسلام، أئمة التشيع من أهل بيت النبي صلوات الله عليهم. فإن وجدنا هذه الدعاوى تطابق ما جاء عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، قلنا إن هذا الرجل شيعي حقا. أما إن وجدناه في أفكاره، فيما يدعو إليه، فيما ينادي به، إن وجدناه مناقضا أو مباينا لما جاء به الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، سلبنا من هذا الرجل عنوان التشيع وسحبنا اعترافنا به كشيعي حقا. عليك أيها المؤمن ألا تغفل عن الحديث الشريف الذي سبق وذكرناه عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، وهو الحديث الذي رواه شيخنا الكليني عليه الرحمة في الكافي الشريف بسنده عن علي بن جعفر عليهما السلام قال: سمعت أبا الحسن أي الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ليس كل من يقول بولايتنا مؤمنا، ليس كل من يقول بولاية أهل البيت مؤمن حقا، ليس كل من يقول بولايتنا مؤمنا، ولكن جعلوا أنسا للمؤمنين يأنس بهم المؤمنون لأنهم يتخالطون معهم. إذن هذا الحديث الشريف ينبئك عن ضرورة ألا تغتر بكل من يقول بولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. ابحث فيما يتبناه هذا الإنسان وما ينادي به، انظر في أفكاره، ثم قسها بما جاء عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وانظر مدى التماثل أو التطابق مع ما جاء عن الأئمة، ثم حدد موقفك. دعونا هنا نضرب مثالاً على وجود جماعة ممن كانت تدعي التشيع في الأزمان السابقة ولم تكن شيعية حقا. لماذا؟ لأنها تبنت بعض أفكار المخالفين
وبعض آرائهم. تلك الآراء والأفكار التي اعتبرها الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ضلالاً. إنها فئة ممن كانت محسوبة على الشيعة تأثرت بأفكار طائفة المرجئة. طائفة المرجئة كانت سواد أهل الخلاف آنذاك، ولا تزال أفكار هذه الطائفة للعلم لا تزال شاخصة في زماننا هذا في أوساط أهل الخلاف. ماذا تقول طائفة المرجئة؟ بعبارة مختصرة، إنها رفعت شعار لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. قالوا المهم في تحقق الإيمان هو الإقرار به، أن يقر الإنسان أنه مؤمن، فهذا كاف في تحقق إيمانه، وليس ضرورياً أن يعمل. ليس مع الإيمان عمل، العمل ليس دخيلاً في تحقق الإيمان. التفت جيداً. المهم أن يتشهد الإنسان الشهادتين، يقر بالتوحيد، يقر بالنبوة، فهذا مؤمن وهذا ناجٍ ينجو في الآخرة وإن ارتكب الكبائر وإن قتل وزنى وسرق وشرب الخمر إلى ما هنالك من عظائم الذنوب، فإنه يبقى مؤمناً وهو في الجنة. هؤلاء سموا بالمرجئة لماذا؟ لأنهم يؤخرون العمل. الإرجاء هو التأخير. يقولون المهم هو الإقرار بالإيمان، المهم هو أن يعتقد الإنسان بالإسلام ويقر به، فهذا مؤمن وهذا ناج. أما العمل فأمر مؤخر، أمر ليس ضروريا في تحقق هذا الإيمان. ومن ثم تأول هؤلاء قوله تعالى في سورة التوبة، في سورة براءة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. تأولوا هذه الآية وقالوا هذه الآية تفيد أن هؤلاء يمكن لله عز وجل أن يغفر لهم، فهم بالنتيجة ناجون. المهم هو فقط الاعتقاد بأركان الإسلام، المهم هو فقط الاعتقاد بأصول الدين. ليس مهماً أن يكون عملك مطابقاً لما أمر به الإسلام حتى يتحقق إيمانك. الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام حاربوا هذه الفكرة لأنها فكرة خبيثة، معناها تشجيع الناس على ارتكاب المعاصي، لأنه لا تضر هذه المعاصي في إيمانهم. وبلغت من مقالة المرجئة، بلغت الوقاحة والجسارة في مقالة المرجئة أن يقول بعضهم: لو أن رجلاً والعياذ بالله نكح أمه على ظهر الكعبة لما أضر ذلك بإيمانه، فهو مؤمن. إلى هذه الدرجة تشجيع الناس على المعاصي، أنه أنت افعل ما تفعل يمكن الله شوية يعذبك بالبرزخ وبعدين بعد ذلك تذهب إلى جهنم، عفوا إلى الجنة، لا تخاف، ما تروح جهنم. فشجعوا الناس على المعاصي،
هذه هي فكرة الإرجاء الخبيثة. وللعلم هذه الفكرة أول من زرعها وأسسها الطغاة الأوائل، أبو بكر، عمر، عثمان، عائشة، معاوية، عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص، هو هذا نفسه عبد الله بن عمرو بن العاص أصلا روى أحاديث مكذوبة على النبي في تدعيم فكرة الإرجاء، والأحاديث تجدونها في صحاح المخالفين وكتبهم الحديثية ويقرون بها. مضمون هذه الأحاديث: عبد الله بن عمرو بن العاص يزعم أن النبي قال، أنه ما مضمونه يعني أنه لا تضر مع الإيمان معصية، لو أن مؤمنا لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن ارتكب ما ارتكب. هذا حديث موجود عند المخالف، يعني المهم فقط أن تقول لا إله إلا الله، أن تشهد فقط أن لا إله إلا الله، فأنت تدخل الجنة خلاص. إلى إما حاربوا هذه الفكرة، حاربوا هذا التوجه، قالوا الإيمان اعتقاد، مضمون حديثهم اعتقاد في الجنان، لابد يكون ماذا؟ من الداخل، من القلب تعتقد، وإقرار باللسان وعمل بالأركان، لازم تعمل، لن تنجو في الآخرة إذا لم تصلي، إذا لم تصم، إذا لم تزكي، إذا لم تحج، إذا لم تؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى عليك، إذا لم تبتعد عما حرمه الله عز وجل عليك، لن تنجو بذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فقط، لا لا، وعملوا الصالحات، لازم يعمل، يعمل الصالحات حتى يضمن ألا يكون في خسر في يوم القيامة. فالأئمة حاربوا هذا التوجه، حاربوا هذه الأفكار، برئوا من المرجئة. وللعلم المرجئة كذلك، لماذا أقول إنهم كانوا سواد أهل الخلاف؟ لأنهم أرجأوا علياً، أخروا علياً، جعلوه الرابع، فسموا المرجئة في لسان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أحاديثهم حين تتكلم عن المرجئة، كثير من تلك الأحاديث يقصد بها عموم المخالفين الذين أخروا علياً، أرجأوه، الإرجاء بمعنى التأخير. لماذا زعماء النفاق والطغاة الأوائل زرعوا هذه الفكرة في وسط المسلمين؟ لماذا؟ لأنه بعدما انكشف أمام المسلمين ما ارتكبه هؤلاء من عظائم الذنوب، من الكبائر والموبقات، مثلا عثمان، عثمان المسلمون ثاروا عليه لأنهم رأوا منه الكبائر، رأوا منه الظلم والظلم كبيرة، رأوا منه الغدر والخيانة، هذه كلها كبائر. بعد ذلك المسلمون رأوا من عائشة قتلا، وهذه كبيرة، رأوا من معاوية بغيا، وهذه كبيرة، إلى ما هنالك تفاجأ المسلمون بأن هؤلاء الولاة وهؤلاء الكبار وهؤلاء الزعماء كل منهم ملوث بالكبائر والمعاصي، فحتى يمنعون المسلمين من الثورة عليهم كما ثاروا على عثمان، وحتى يبرروا لأنفسهم ما يصنعون، زرعوا هذه الفكرة أنه لا، أنت ليش تصير ضده؟ المهم هذا مؤمن،
أليس يؤمن بالشهادتين؟ أليس يقول الشهادتين؟ أليس هو على ظاهر الإسلام؟ فأرجه خلص، أولئك مرجون لأمر الله، هؤلاء ربما الله يغفر لهم مثل ما صدام. صدام بعدما كانوا قد كفروه بس لأنه وقت ما خلوه بالمشنقة قال أشهد أن لا إله إلا الله، قالوا شهيد خلاص. من لقي الله وقد شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب وكل هذه المجازر وكل هذا القتل والظلم وين راح؟ هذا الله مو عادل والعياذ بالله إذا يدخل صدام الجنة. وهذا فرق بيننا وبين المخالفين، أننا نحن الأصل الثاني من الدين شنو؟ العدل، نؤمن بأن الله عادل. المخالفين ترى ما يؤمنون واقعا بأن الله عادل، عندهم اعتقاد، من يفتش في المباحث الكلامية يعرف هذه المسألة والحقيقة، عندهم اعتقاد أن لله يوم القيامة له أن يدخل مؤمنا النار ويدخل كافرا الجنة وهو مع ذلك عادل. يقولون الله بعد له السلطة المطلقة، يدخل من يشاء في الجنة، يدخل من يشاء في النار، فهذا معناه الطعن في الذات الإلهية، أن الله ليس عادل. زرعوا هذه الفكرة الخبيثة حتى يقووا السلطة وحتى يهدموا الدين الإسلامي من الداخل، فواجههم الأئمة والأطهار صلوات الله عليه وحصنوا شيعتهم. كان الأئمة يحثون شيعتهم على أن يعلموا أولادهم بعلومهم، ينشروا أحاديثهم حتى لا يتلوث أبناء الشيعة بأفكار المرجئة بأفكار المخالفين. مثلا اقرأ في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، اقرأ في تحف العقول لابن شعبة، اقرأ حديث 400 المروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، 400 وصية. من جملة تلك الوصايا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: علموا صبيانكم ما ينفعهم الله به، لا تغلبوا عليهم المرجئة. علموهم، حصنوهم حتى لا تأتي المرجئة وتغلب عليهم، تلوثهم، تشيع هذه الفكرة في أوساطهم، لأنه بالفعل هذا خطر، بالفعل هذا مرض، والشيطان لا شك يساعد المرجئة. وهوى النفس للعلم، النفس إذا عرضت فكرة المرجئة على الهوى تجد نفسك تسرع إلى قبول هذه الفكرة. لماذا؟ لأنها تبيح لك المحظورات، تقول لك أنت ما عليك، المهم تعتقد وبالنتيجة مآلك الجنة لا تخاف، فتساعدك على ارتكاب المحرمات، وطبيعة النفس البشرية تريد المحرمات، تريد المحرمات، تريد أن تلتذ بهذه المحرمات، ففكرة خطر. لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من اليوم الأول أوصى شيعته: علموا صبيانكم ما ينفعهم الله به، لا تغلبوا عليهم المرجئة،